رنم هللويا ليسوع، رنم هللويا ليسوع، رنم هللويا، رنم هللويا، رنم هللويا ليسوع. قرأت بابك بفرح فتحت لي، طلبت السعادة بوفرة منحتني، قدمت لك ذاتي بحلو قبلتني. لم يغمرني أحد مثل ما غمرتني، لم يغفر لي أحد مثل ما غفرت لي. غرقت في خطيئتي، أسرعت إلي، تبعت خطواتي، أعطيتني حبك، أنعشت حياتي. لا مثل لك يا إلهي، ما أعظم انحناءك علي، ما أعمق الله معكم. فرحة كبيرة تجمعنا اليوم، بتذكرنا بأوقات نحن عشناها. بتذكر بال94 كنت أنا مثلكم، بس ما كان صير لي اللي صير لكم. فنشكر الله على كل شيء، ونشكره على هالجمعة اللي عم تفتح لنا فسحة أمل ولو كان بظروف صعبة.
ظروف يمكن ما حدا بيتمناها، ظروف خارجة عن إرادتنا. إذا بدنا نكون عم نركب عيون نظيفة، نعرف نتطلع على الأشياء الحلوة اللي عشناها وعم نعيشها واللي بدنا إياها تضل محفورة بذاكرتنا لأنه قدرنا نكون عم نعيشها. هيدا أهم شيء نتعلمه وناخده معنا زوادة للحياة. نتعلم أنه هالشخص اللي قاعد حدنا كان قاعد معنا على مقاعد الدراسة فترة طويلة. هيدا الشخص حملناه بقلبنا ورح نضلنا حاملينه لأنه خبرة الصداقة المجانية اللي مش عم تستنظر من الآخر أي شيء، هيدي فقط تعيش بالمدرسة. في ربنا يمكن بيسمح أنه نلتقى بأشخاص على دربنا ولكن بينعدوا على الأصابع. أنا في عندي أصحاب صار لهم 40 سنة لأنه من أيام المدرسة والكشافة. هالأصحاب اللي ما بتموت رفقتنا حتى لو هن صاروا بغير بلاد أو حتى لو ما عم نلتقى بسبب عجقة الحياة. نحن منعرف قديش ربنا بحب أنه يجتمع الأشخاص باسمه. مشان هيك أنا موجود بيناتكم حتى أذكركم بهاللي حبكم أولاً. أنتوا كطلاب وأنتوا كأهل وأنتوا كرفقة. ربنا بده إيانا نكون رفاقه. فإذا نحن بدنا نرفع له صلاة مش لأنه خايفين منه أو لأنه ناطرين طمعانين بنعمة من نعمه، لأنه منعرف أنه هو بحبنا ومنعرف أنه هو بده خيرنا وحياتنا الأبدية. العالم اليوم ما عم بيقدم لنا إلا حياة وقتية آنية يومية. بطرس قال له للمسيح إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. هالحياة اللي بتعرفنا كيف نعرف نعيش حياتنا على الأرض، بس نصلي له كما في السماء كذلك على الأرض تنحنا نرتفع إلى فوق وننزل إلى أسفل، يكون معنا ويرفعنا بأوقاتنا الصعبة. نحن منصلي له ونطلب منه ومنشكره لأنه نعمة الشكران هي اللي بتخلي كل النعم تدوم. بس نشكره لربنا على اللي عطانا إياه حتى يمكن الأوقات الصعبة، وهيدا بدها نضج روحي. يعرف الإنسان يشكر بالصعاب. هالشكر هو سر نحن ترجمناه قداس إلهي سر الإفخارستية، أي سر الشكر. فشكرا لكل اللي تعبوا وعم يتعبوا حتى يكونوا معنا، حتى يكونوا حدنا، حتى يكونوا قدامنا عم بيفرجونا الطريق. نشكر أهلنا اللي تعبوا وعم بيتعبوا وبعضهم عم بيتعبوا ورح يضلوا يتعبوا تيشوفونا نحن قدرنا نصير أشخاص مستقلين واقفين يفتخروا فينا ويشوفوا إنه مستقبل مكفل لقدام. نشكر ربنا على كل الأساتذة اللي رافقونا عطيونا من حالهم، كانوا هالشمعة اللي عم بتدلنا على المعرفة بظلام العالم. نشكر كل مدبرينا اللي سهروا إنه نكون نحن عم نتعرف على الرب، عم نتعرف على هالصديق اللي بده إيانا نكون معه إلى الأبد. نشكر كل رفاقنا اللي حاضرين واللي غايبين واللي سبقونا لعند الأب. نشكرهم لأنه زرعوا فينا هالمحبة، زرعوا فينا هالعطاء هالمجانية، زرعوا فينا أنه نحن أشخاص يمكن يعتمد علينا بوقت الضيق. نشكر كل شخص يمكن كنا نلتقى فيه وما نقدر له قيمته. هاللي بيعنا المنقوشة، هاللي ينظف الحمامات، هاللي يكون يمكن عم بيهتم أنه نطلع على الأوتوكار مزبوط أو ننزل من الأوتوكار.
هالأشخاص أكيد هلأ منا واعيين لهم، بس بكرة رح نكتشف شو تعلمنا منهم وقديش هن فادونا يمكن بكلمة واحدة كل حياتهم حكيوا معنا. أنا اللي عأيامي بطلوا موجودين، ولكن بتذكرهم بالاسم حتى قديش كانوا محبين ولو ما كنت أفهمها بوقتها. نرفع صلاتنا للرب، نوقف كلنا سوا. قال له: عظيم أنت يا رب وعجيبة أفعالك، وليس من قول يفي بتسبيح عجائبك. أنت الذي بمشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود، وبعزتك تضبط الخليقة، وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الكون من أربعة عناصر، وكللت دور السنة بأربعة فصول. أنت يا رب علمتنا أن الحياة مراحل، نتعب ونزرع ونجني ثمر أتعابنا. أنت أريتنا بأعمالك كيف يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. أنت يا رب بارك حياتنا، بارك مستقبلنا، بارك أهالينا وأساتذتنا وجميع الذين سهروا على طريق معرفتك. نشكرك على كل عطاياك، فإنك إله صالح ومحب للبشر، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. Yeah.
يا رب أنت علمتنا أنه نعرف نصلي لك وقتا ما منعرف يكون عندنا كلمات، نتشارك مع بعضنا وقوفا صلاة اللي علمنا إياها ربنا ونسميه أبا أبانا، أبانا الذي في السماوات. بركة الرب ورحمته فلتصحبكم باسم الآب والابن والروح القدس. الله يبارككم، بارك حياتكم. برومو 2022 مبروك، الله يقدسكم. لكم ولأهلكم.
مساء الخير. بونسوار. برومو 2022 مبروك. يعني على أيامنا ما كان في كتير هيك قصص حلوة. أنا بدي أول شيء أتشكر أهليكم يلي عملوا مجهود كتير كبير لحتى اليوم يعيشيكم هيدا الفرحة وهيدا الإحساس، وأنا غيران منكم. مساء الخير من جديد أهالي برومو 2022. المحل حلو كتير، الطقس حلو، والجو أكيد رح يكون حلو. قبل ما نبلش أكيد لحتى نحتفل نحن وياكم بتخرج هالشباب وهالصبايا المميزين ويكملوا مشوارهم أكيد، لأنه المشوار طويل. مشوار المدرسة مشوار كتير حلو، كلنا عشناه، ما حدا ما عايشه. بالمدرسة في علم، في ثقافة، في رياضة، في كتير قصص، بس كمان بالمدرسة في صداقة. وأنا هون بدي أطلب منكم حافظوا على صداقة المدرسة يلي ممكن تغير كتير بحياتكم. صدقوني ممكن تغير كتير بحياتكم مثل ما غيرت أنا بحياتي. وهون القصة، أنا بالمدرسة تعرفت على صديق. هالصديق كان يحب كرة السلة وأنا أحب كرة السلة. أنا كنت لاعب عادي جدا، هو كان واحد من أفضل اللاعبين بكرة السلة بلبنان. من وراء كملت أكتر مشواري بكرة السلة وتعمقت ورحت انتقلت لنادي، وبهيدا النادي تعلمت كون لاعب، كون مساعد مدرب، كون مدرب. غصت بلعبة الأرقام بكرة السلة، ولعبة الأرقام أخذتني على الإعلام الرياضي، ونشكر الله مطرح ما أنا وصلت. ومن وراء هالشخص أنا برأيي هو يعني ساعدني لكون هون، وبشرفني اليوم أنه أنا اليوم رح كون عندي فرصة أقدم ابنه. مارك أنا بعتز كتير بصداقتك، حبيت خبركن هالقصة لقلكن عن جد الصداقة بالمدرسة شيء كتير أساسي، وبتمنى منكم كلكن تحافظوا عليها لأنه ممكن تخدكن لمحل كتير مهم وتفتح لكم أبواب بحياتكم العملية. هيدي كانت الانترودكشن يلي حبيت أقولها اليوم. بس قبل ما نبلش نقدم، عرفت أنه أهليكم محضرين لكم سوربرايز. رح نشوف نحن وياكم، وأنا كمان أنا ما شفت الروبورتاج، رح نشوف روبورتاج عن السوربرايز اللي محضرين لكم ياهن أهلكم. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. جن مقدسي وعد خاطره فيها هيدي وصي مكرسي ومجد الرب حاميها الأنبياء مشيوا على ترابطها على ترابطها على ترابطها والأرز فوق جبالها حامي شواطئها حامي شواطئها
place I came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older in a while, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day in your pose is the time.
first I was afraid, I was petrified. You're thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. حلو كتير هالروبورتاج. بدي اتشكر اكيد الاهالي لانه مبين في شغل مجمعين كتير صور وفيديوز، واكيد هيدا اللحظات ما رح تنسوها ابدا بحياتكم. جود لك اكيد للمرحله الجديده. تي اس جي، لحظه بعد ما بلشنا، قديه عندهم جمهور التي اس جي؟ يعني اقوى تي اس جي. اوكي رح نبلش. جون شربي الأبي رميا، مريان عواد، أنطوني عطوي، شو يا ماريلين، ماريلين عواد، كارل بارود، وين لين؟ لين برجي، ليكو ضحكتو لرامي، رامي الشدراوي، باتريك عيد، بنت فريم بيك صاحبنا، كلارا فريم، ما
نور هاشم. شربل حنون. شو جمهور كبير لشربل. برونو حسواني. وين يارا؟ يارا جدم. فريدي كيروز. أوليفر خويري. نديم كميت. شوفوا لي براين معه شي طابة. وين الطابة يا براين؟ براين منصور. سيرجيو مارون. يوانا مارون. شربل نادر. نور رحمة. كمال رعيدي. باتريك صليبا. رامي سيسين. جايل طعمي. غادي طعمي. جو توما. ريتا ماريا يمين. مش عارفين اثنيناتهم من نفس العائلة. مين بنبلش اول كون؟ بماريا ولا بسيرينا؟ شو رايكم نقدمهم مع بعض؟ ماريا وسيرينا صغير. تفضلي ماريا. سيرينا صغير. خلصنا التأجي. ليكم ما اجملهم. زقف للتأجي. اكيد رح ياخدوا صورة هلا. وجماعة التأس في آن بلشوا حضروا حالكم.
خلينا نسمع زقف للتاس في اه رح نبلش مارك ابو شعر عطية جبريل ريبيكا بولوس سينتيا شمعون توني فرنجية جين إبراهيم جون إسحاق كلوي جرجوحي أليسيا جواد شو يا ماريتا ماريتا خليل ماريلين خليل ماريلين قرطباوي كلارا صيفي مازن رحمي بيتر مشرف أنطوان مدور جون بيير نصار ميرين نيكولا سيرينا صادي فانيسا صقر ماجد سلامي شو ماجد عنده جمهور كبير صوفيا ولا صوفيا 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 لو صوفيا اسم بنتي بس قريبة صوفيا سرحال إلي سليم ليه حسك أعصابك مرتاح يلا رشاد صعيبي أنت كتير مرتاح كريستوفر تانيوس أكيد رح يكون في صورة هلا لتاس في آه
ليا العبد. إيفان عون. اسمها كتير مهضوم. وين أليتا؟ أليتا عزي. مارك باسيل. أوريلي بيروتي. أندريا شلفون. شو يا رودي؟ رواق رودي. رودي تكاش. رومي الحداد. أدريانا الريشاني. أنت يا جوان لو بتعرفي أمك قد ايه تعبت لحد كثير اليوم. جوان الترك. ريا حبيب. كلوي حداد. ياسمينة إسحاق. جيرمي أسيس. مارينا ميخوري. نور مطر. ميليسا مبسط. كريستي مراد. ماريا موتشا. إلي نعمة. إل نعمة. شو المنا معنا؟ فراس نوار. ألكسندر رزوق. إليت سعادة. تريسي سلامة. شرب السماحة. يارا سمرة. سامي سليمان. هيك بكونوا خلصوا التقف بدو. أكيد بانتظار الصورة. والتقف بدو بدو يحضروا حالهم.
يا عشا أبي زيد. ماريا عون. شو بدك يا بيبي؟ أنا جاي لعب. طب ناي خلينا نعمل لها شيء حلو. عطليني هام الفضلة اسمها غلط. ناي بوماشر. فصلوا صح يا ناي. ميشيل شديا. ناي درويش. ميليسا الغريب. جيو الليطاني. تيا فارس. جايال عزيز علي كتير. جايال فياض. جوي حلو. آن ماريا صوف. جي أسطون. إلي منصور. رشا مسعود. خليل نصر. بيا سلينا نصر. أليكسا سعادة. روبن سعادة. ريبيكا سلامة. سارة سلامة. سابين صالح. ميشيل زيتوني. تاس فيديو خلصوا. موفقين يا رب. يلا هلا نخلص الصورة ومنكمل مع تي او اس. وما أدراكم شو تي او اس. أكبر صف ما هيك انتو تي او اس. باللوجيك مفروض يكون عندكم جمهور الأكبر مزبوط. شو رأيكم نسمعهم؟ وينو جمهور التي او اس؟ مولعين لكم اياها. يلا رح نبلش. ميليسا أبي غانم. جوزيف أبو سمرة. كريستا ماريا عون. كلوي عطلة. إلي عزي. زوي بارود.
Elio Basile. Jean Daoud. Joe Daoud. Alex Daye. Perla Demis. Krista Frame. Tatiana Fernaini. عمر غطاس. شو اللي عنده هلا الجمهور عمر؟ شو عامل يا عمر؟ رح ارجع اقول مرة جديدة، عمر غطاس. قصة عمر الهيئة. جينيفر حداد. جون كارلوس حداد. وينو كريستيان؟ كريستيان حبامبو. ليتيسيا حلو. باتريك حليس. تيريزا جمهور. ريتا جرجورة. سليم جوان. ريا كساب. عزيز أيم. جانا أيم. في جانا وعمر بهالصف مولعينا. لوك خليفة. كي خوري. بيك صاحبنا كتير. جان جام عوض. سليم نادر. سينتيا الرئيس. بيك مش بس صاحبنا، خي وأكيد يعني مدرب منتخب لبنان السابق كوتش باتريك سيبا. تاشا باتريك سيبا. سيلين سلامي. مارك صالح. فرانسوا يونس. كارل زكريا. شو في؟ لحظة، شو القصة؟ جمهور. روم كينج. جورجو زينون. ما تنسى الصورة، ما تنسى الصورة. الصورة يا زينون. هيك بنكون خلصنا تو اس مع الكينج.
تقف أم جاهزين ومحمسين كمان. جولين أبو حمد. إلي جوائي. كلارا عطية. سير شانيل. جوزيف درويش. جيسون الغريب. كريستيان اسبر. اليو فهد. حبيب حداد. كارل إلي حداد. بيت الحداد مسيطرين على هالصف. ماتيو حداد. جيو حرفوش. عم بيقول لي هو راين. انت راين؟ يلا. راين خليل. كريستين خوري. كريستل سوري. كريستن خوري. هون بدي اوقف شوي معلي. نحن مره وحده هيك شوي تقودكم شوي باجواء سبور ارجع. اثنين راح صوت مش الصوت. مرة واحدة ربح منتخب لبنان بنص إيران. كنا وقت عم نلعب بمدينة جروغان بالأندر 16. وقتها في بازر بيتر سجلها لاعب عنده مستقبل كبير بكرة السلة أكيد. كارل كوزح. أنتوني نصري مسعد. جابرييل منسى. جوني مبارك. مايكل نعمي. كريستي رباحية. باتريك روبير. جوان سلامة. ريا صليبا. سيرينا ناصر صانع. عفوا سيرينا صانع.
بدنا وحده غير شكر لسمير. ليه بدنا نعمل لك I love this game. طب يلا سمير سفير. هادي صايبة. عم عجبك بي كليل عصيم طويل تيجا إلي تابت. شو قلتي لي؟ The best for the last. أوكي. كمان واحدة غير شكر لل the best for the last. يارا وكيم. التي اف ام هلا اكيد رح ياخذوا الصوره بوقت التي اف بي ار رح يتحضروا. وين جمهوركم؟ تي اف بي ار تيا على اعصابها. تيا ابي صعب. ميشيل العلم. كلوي شديا. يوري الخازن. كلارا شعيا. إلسا شديا. بحب اشكر صفي على السنه الرائعه. ميرسي كثير تعبان. هيدا كريس ها مش كريستوفر عيد. هيدا بده يعمل صحافي او نايب. نديم الحايك. ليانا اللحام. كيفن الرومي. أنطونيو إسبر حنا. ماريا جاجا. جويا غانم. راين الحج. إلي حسون. ماريا كرم. كريستوف خوري. أورنيلا خوري. شرب المعلوف. مانو مخول. روسيلا مهنا. ريتا سفير. يونافير.
نادي انت اخر واحد. شكرا للسنه يا احلى برومو واحلى مدرسه بالعالم كله. نادي واكد. سموا حالهم تقف بطو. طب ليه؟ ما بعرف هن قرروا يصفوا. تقف بطو. سموا حالهم وين على الانستا؟ اوكي. بدي اشكر اول شيء كل ام كل بيت حين لحدا عطى من قلبه تنقدر نوصل لسهره اللي عم نسهرها الليله. وبدي اشكرك غياس عن جد يور ذا بيرفكت فيت للسهره وميرسي كثير للكل وعن جد احلى برومو مع انه كل جرب يمنعنا نسهر ونعيش هاللحظه سوا عم نسهرها عم كلنا سوا الحمد لله. ثانك يو. انتوا ريدي؟ بليز بليز جاوب شوي. اسمع انتوا ريدي؟ اوكي لا هيتكم ريدي. طيب اوكي. 5 4 لا لا خليكم. هل شايفكم ريدي؟ طيب الاهالي ريدي؟ بدنا نعيش هذه اللحظه كلنا سوا. الاهالي اكثر حتى من الستودنتس. اوكي 5 4 3 2 1 go! I want the world to know I'm happy as can be.